عسل إما أنت متوا في المرسى القديم اللي هو في بنزرت. الفيوبور كما الناس كل تعرفوا هو يعني المتنفس الوحيد عنا هنا في بنزرت. على ذاك احنا خممنا أنه يعني المشروع متاعنا يتركز بالأساس على المنطقة هذه هو الفيوبور. المشروع متاعنا من الأول بدينا الدراسة متاعه في إطار البرنامج Active Citizens. باش نعملوا بروجي اسمه حومتي ونغار عليها على الفيبور. كما تشوفوا وضعية الفيبور وليت مشاكل بيئية، مشاكل معمارية بالخصوص. مشاكل البيئية تتمثل في أنه مستوى الماء متاع المرسى نقص على الأخر. البحر لهنا ولا يعني للأسف ما عادش يصطادوا فيه، ما عادش يعوموا فيه، ما عادش الماء ما عادش يتحرك لهنا. تعبى بالوسخ بالزيوت متاع الفلايك، حتى ولد فيه ريحة خايبة ياسر. احنا خممنا انه يعني مع الجمعيات لهنا، مع المجتمع المدني الكل، مع البلديه، مع المؤسسات العموميه لهنا، انه نعملوا معناتها فكره كيفاش نشوفوا حل جماعي للمشكله البيئيه هذه. نجيو المشكل المعماري، المرسى القديم عنده طابع معناها تاريخ، وانه المعمار نتاعو الكل انه يكون لونه في المارون. احنا باش نكونوا ان شاء الله معناها في البروغرام نتاعنا باش نعملوا حمله باش نحكيوا مع المتساكنين، باش نحكيوا تكون معنا البلديه طرف معناها في الحكايه هذه، ان باش ندقوا باب باب من المتساكنين اللي موجودين في المرسى القديم، الفساد نتاع الديار نتاعهم تكون تكون الكولور اوني اللي هو اللون المارون، باش هكاك نرجعوا القيمه نتاع الفيبور ونرجعوا له الطابع التاريخي اللي تفقد. ان شاء الله برنامجنا مازال متواصل في الايامات القادمه، ان شاء الله الفيبور يكون يعاود يكون متنفس مدينه بنزرت بالحق.